من فضائل شهر رمضان أن شهر رمضان فيه ليلة القدر. الله أكبر، وما أدراكم ما ليلة القدر؟ يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فشهر رمضان فيه ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أفضل من عبادة أكثر من 83 سنة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن شهر رمضان: وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، اللي هي ليلة القدر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تفوتوا ليلة القدر يا كرام. وليلة القدر بتكون في العشر الأواخر من رمضان، وبالتحديد تكون في الليالي الوترية، فاغتنموها وانتبهوا لها.